برنامج آيات. البرنامج ده عظيم جدا، بس لما بنيجي نسطبه على ويندوز 10 بيظهر مشكلة في نهاية التسطيب، وبيحصل فشل في عملية التسطيب، أو التسطيب بيقف. أنا حبيت أشارك معاكم حل المشكلة. المشكلة بتبقى في الوقت، إحنا النهاردة 17/12/2020، وعشان نحل المشكلة دي بنعمل خطوتين. أول خطوة نروح للكنترول بانل، نروح على كلوك اند ريجون، نروح هنا في ريجون. هو هنا لما نخش في الاديشن سيتنج في الديت بيبقى تقويم ميلادي، فاحنا هنروح على نخليه عايزين يبقى هجري، نروح عربيك، نروح نخلي اللغة تبقى عربي، اي دولة الدولة بتاعتك ايا كان، بس اهم حاجة يبقى عربي. عربي ايجيبت، ابلاي، نروح اديشنال سيتنج، ديت، هنلاقي هنا التقويم الذي ظهر، بيبقى كذا تقويم، تقويم نختار التقويم الهجري. طيب هنا تقويم بتاع النهاردة 3 جمادي الاول 1442، لا لازم نغير التاريخ النهاردة. نروح بقى على set time and date، نروح هنا change time and date ونخليه بالظبط، نروح على سنة 1436 رمضان 1 رمضان، يبقى التاريخ اللي انت تظبط عليه الجهاز عندك 1 رمضان 1436. اوكي اوكي كده خلاص بقينا 1 رمضان 1436. نروح للبرنامج، احنا كده نزلناه من على الموقع، وهسيب لينك البرنامج على في الديسكريبشن تحت. نعمل اكستراكت، خلاص هو كده خلص تحميل، خلص اكستراكت. نروح هنا للملف الاي اكس اي، نسطبه كأن هنسطب اي برنامج عادي، وان شاء الله مش هيبقى فيه مشكلة خالص، لان احنا كده عالجنا الموضوع. هننتظر بس ثواني. تمام، هو هيفتح لوحده، البرنامج فتح لوحده، هيديني بس شوية، هديله بس شوية برضو ينزل، يبدأ يعمل اكستراكشن لبعض الملفات. برضو ثواني معدودة، هو البرنامج خفيف جدا مفهوش أي مشكلة. تمام خلاص كده نقفل البرنامج عادي مفيش مشكلة. طبعا دلوقتي التاريخ هجري وقديم، لا هنروح برضو على كنترول بانل، روح ست، روح هنا ريجون الأول، خليه بقى انجلش، هو الاديشنال سيتنج. طبعا هنا خلاص بقى تقويم ميلادي عادي يرجع زي الاول، ابلاي اوكي. نروح هنا على ست ذا تايم ونختار تاريخ النهارده، تاريخ النهارده 2020 ديسمبر 17 اوكي. كده خلاص 17/12/2020.
نرجع للبرنامج آيات ظهر اهو. ادي البرنامج، دي او دي صورة، دي صورة الفاتحة. طبعا برنامج عظيم جدا، فيه شرح وافي وفيه معاني تفسير، ونقدر نعمل سيرش لمعنى كلمة، يعني نعمل سيرش مثلا عن الخير، الخير دي كل الآيات اللي موجود فيها كلمة الخير. نقفل، روح مثلا هنا أنت عايز تروح لسورة البقرة، أو سورة البقرة، روح لسورة البقرة. طيب عايزين نروح الآية رقم 68، روح للآية 68. تمام، عايزين نروح للصفحة 112، الصفحة 112، 112 أهي. طيب عايزين نروح للجزء العاشر، نروح للجزء العاشر. تمام، ده بالنسبة كده لإزاي طريقة البحث. طيب بالنسبة أنت دلوقتي عايزين نعرف التفسير بتاع كل آية، ده هنا تفسير، تفسير هنا عربي. طيب لو احنا عايزين معاني، معنى كلمة معينة للآية دي، هنا نروح هنا الآية دي، وهكذا وهكذا. طيب عايزين نعرف التفسير بالإنجليزي، تفسير بالإنجليزي لكل آية. طيب تفسير بال تفسير بال بالفرنساوي، تفسير بالفرنساوي وهكذا، في فارسي وأردي وكردي. يعني بصراحة وصيني، يعني بصراحة، أو إيطالي، ألماني، سويدي، كل حاجة. ما هو يعني بصراحة أنا شايف إن هو أعظم برنامج موجود للقرآن الكريم. في هنا القراءة، قراءة فقط عشان تكبر يعني الشاشة. في هنا تمرين الحفظ، لو انت عايز تعمل يبقى في تمرين الحفظ، في هنا آية وتقول اللي بعدها او اللي قبلها. طيب عايز تفسير، في تفسير بيبقى في كذا كذا، عندنا هنا كذا كذا تفسير بالإعراب، كمان في إعراب للقرآن، وفي هنا تفسير بالإنجليزي وبالروسي وفي بالأندونيسي. طيب أنا هنا مثلا عايزين بقى موضوع القراءات. طيب أنا عايز يبقى في قراءة للآية دي، فبتتك على مثلا الرواية اللي أنت عايزها، حفص عن عاصم أو أيا كان الرواية اللي أنت عايزها، وتتك هنا على بلاي. إذ يريكهم الله في منامك. هنا ظهرت القراءة. طبعا هنا تقدر تعلي وتوطي الصوت، وهنا تختار القارئ اللي أنت عايزه. تمام، وهنا مثلا عايزين نعمل إعدادات التكرار، ده للناس اللي عايزة تحفظ أو عايزة تكرر فقرة أو آية معينة. أنا دلوقتي في الأنفال من آية 43، عايز أكرر لحد الفقرة 50. التكرار لكل آية، عايز تكرر كل آية دي، الآية 43 تتكرر مرتين، ثلاثة اللي بعدها 44 تتكرر كم مرة، وهكذا، بس كلهم بيتكرروا بنفس التكرار. طيب عايز تنتظر كل التلاوة عشان تقرأ، يعني تقرأ ورا القارئ نصف مدة التلاوة لو أنت بتقرأ بسرعة، أو نفس المدة أو مرة ونص. عايز تكرار في الفترة، تكرار الفقرة اللي أنت مختارها دي من 43 ل 50، عايز تكررها كم مرة وتعمل بدء. هتقدر بالتسطيب دوت أو الكونفيجريشن دوت، هتقدر تظبط إعدادات التكرار.
طيب تمام. انا دلوقتي طبعا الحاجات الصوت، الصوت بتاع القراء انت نزلتها، لازم تنزل اونلاين، يبقى في انترنت بالجهاز. طيب انا نزلتها الاصوات دي، مثلا انا نزلت مثلا 5 قراء ممكن يوصلوا ل 8 جيجا اصوات، عايز انقلهم بقى من جهاز لجهاز، او واحد صديقي عايز ياخد الصوت دوت احطه على جهازه، فانت بتروح هنا للسي، تروح بي سي، بي سي تروح على ديسك السي، وتروح على يوزر، وتروح على اسم اسم الكمبيوتر بتاعك، تروح على اب داتا ورومينج. بتشوف هنا في حاجة اسمها في فولدر اسمه اس اي اي دي يو كي اس اي ايات، تعمل له كوبي وتوديه على السورس اللي انت يعني تحفظه في مكان تاني في الدي او السي في الاي ايا كان، او على فلاش ميموري او ايا كان، او هارد اكسترنال، بحيث ان هو يبقى محفوظ عشان ما تقعدش تكرر تاني التنزيلات. وعايز تنزله مثلا، انت نزلت سوفت وير جديد، فبتستقبل البرنامج وتنقل الملف دوت. الملف ده تقريبا انا عشان نزلت اكثر من صوت فوصله لحوالي 8 جيجا. عايز تشير الفولدر دوت لواحد صديقك عشان ما ينزلش الاصوات تاني، اصوات القراء تاني من جديد، فهو دلوقتي معدي 8 جيجا، ملف كبير جدا انت بتنزله عندك. طبعا يعني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، ولو في حد عنده اي تعليق او اي مشكلة يسيب تعليق وانا هرد عليه ان شاء الله، ونسألكم الدعاء ان شاء الله. السلام عليكم.